السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ يا أحلى عيلة وأحلى صحبة، كل سنة وأنتم طيبين، يعيد عليكم وعلينا وعلى أمة المسلمين بخير. النهاردة هنعمل وصفة نوتيلا سهلة وبسيطة وبطعم البندق. حبايب قلبي، أنا عاملاها قبل كده مرة واثنين وثلاثة في القناة، بس كل ما أشوف وصفة هعملها لكم. حبايب قلبي، أنا عارفة قد إيه الصغيرون والكبار بيعشقوا النوتيلا. هنعملها مع بعض، واللي تعجبه الوصفة لايك وشير كتير، واللي ما تعجبهوش الوصفة ما يحطش اللايك. حبايب قلبي، ده فضل منكم مش شرط عليكم. يلا بينا هنشوف ايه النوتيلا قبل ما نعملها كمان. حبايب قلبي بصوا الجمال، بصوا حلاوتها. نوتيلا بطعم البندق ومقاديرها سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت. حبايب قلبي يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي ونسمي باسم الرحمن. اول حاجة في وصفة النوتيلا هنجيب كزرونة حلة اللي عندك، هنزل بكوباية من لبن الحليب، نص كوباية من السكر، معايا كيسين نسكافيه بطعم البندق. لو ما فيش عندك نسكافيه بطعم البندق، في ازازه بتتجاب من عند العطار اسمها روح البندق او من محل مستلزمات الحلويات. هندوب النسكافيه مع لبن الحليب مع السكر حلو جدا، وهنحطه على عين البوتاجاز. عايزاه يسخن معانا، الخليط ده يسخن معانا مش يغلي. سخن معانا، هيكون في الوقت ده محضره كوبايه من الشوكليت او الشوكولاته. حبايب قلبي ده باكو شوكولاته اسمها سما، في دريم، في سما، اي نوع انت بتحبيه. انا خدت 3 ارباع الباكو. شفتوا طبعا على الخليط السخن ايه الشوكولاته كلها ساحت ودابت معانا. هركن الخليط ده على جنب عشان يبرد. هنجيب بقى شفشق الخلاط، هنجيب الكبه، انا جبت الكبه بصراحه، نزلت فيها بنص كوبايه من اللبن الحليب وكوبايه كامله لبن بودره، ضفنا عليهم نص كوباية كاكاو، كاكاو فاتح من اللي احنا بنشربه مش كاكاو خام يا حبايب قلبي، ومعلقتين بودرة كريم شانتيه. هنضرب الخليط ده كله مع بعضه. ايه النوتيلا طلعت تحفة، والطعم مش قادرة اقول لكم، كلها بندق حبايب قلبي، احلى نوتيلا هتاكلوها. هضيف عليهم بعد ما اتضربوا دولت مع بعض، هضيف عليهم الخليط اللي احنا سبناه يبرد على جنب. هنضربهم مع بعض ضربة حلوة جدا، هنموتهم من الضرب حبايب قلبي. اكون في الوقت ده محضرين كوباية من الزيت، لا ليها طعم ولا ريحة، طبعا زيت نضيف زي ما بيقولوا. هنحطها في الشفشق ده ليه؟ علشان خاطر هنزل بيها سرسوب كده واحدة واحدة، وايدي طبعا على الكبة بضرب الخليط كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. الضرب حلو جدا. النوتيلا خلصت كده يا حبايب قلبي. شوفوا انتوا دلوقتي سعر بطرمان النوتيلا بقى بكام حبايبي. دلوقتي احنا عملنا كمية حلوة جدا، هتشوفوها دلوقتي يا حبايبي. ما يغركيش انها سايله لان الخليط كان دافي، طبعا كل المكونات هتبقى سايله بالوضع ده مجرد ما تتحط في التلاجة. انا بيتها بصراحه حبايبي، تقلت معايا وادتني احلى نوتيلا. احنا متفقين اي وصفه للنوتيلا بتبقى بديل النوتيلا مش النوتيلا الاصليه بتاعت المصانع حبايب قلبي. خلاص انا لقيت العلبه كبيرة، رحت مفضية البولة فيها. بصوا القوام، اغطيها واحطها في التلاجة. حطيت النوتيلا لتاني يوم، عاملاها بالليل فتحت عليها تاني يوم العصر. بصوا القوام بعد ما خرجتها من التلاجة، وعلى فكرة انا كنت مخرجاها قبلها بساعة، قبل ما اصور بساعة يعني. اول ما تخرجيها من التلاجة هتلاقيها متماسكة جدا، هتسيبيها شوية هتلاقيها اديتك القوام اللي انتوا شايفينه ده. تحفة، احلى نوتيلا هتاكليها مش بقول كلام. اتمنى تجربوها حبايبي. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله.